الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن المولد المنزلي، المولد اللي نستخدمه بالبيت. فكرة عامة عن طريقة اشتغاله وشو راح يعمل وشنو الأجزاء الداخلية به وشون دي يصير عندنا التوليد. الأجزاء الرئيسية بالنسبة للمولد عبارة عن أرميتشر. هذا الأرميتشر ملفوف عليه ملفات اثنين بجزء الكوميتيتر هذا اللي تنزلق عليه الفحمات هاي. فعندنا الارميتشر والفحمات، هاي الاجزاء الرئيسيه. وعندنا الملف الرئيسي هو ملف التوليد يسمونه ملف التوليد، باربع انواع من الملفات. هسه راح نشرح ملف ملف. يطلع من عندها فيشه يروح للاي في ار، هاي الفيشه التوصيل للاي في ار. الاي في ار هو كارت ريجوليتر، يعني ينظم لنا الفولتيه، اوتو فولتج ريجوليتر. وعندنا هنا سلكية لتوليد 220، يعني هذا الخرج النهائي. وهاي الجهة من الاي في ار تروح للكارت للكويل، وجهة ثانية تروح لنا للفحمات، هاي للفحمات توصل. انا اشارح عليهن هذني كليتين وطريقة اللف مالتهن بحوالي 10 فيديوهات او 8 فيديوهات وطريقة التوصيل بيناتهن. خل نعرف طريقة التوليد شلون تصير عندنا، بداية التوليد منين. عندنا هذا الملف بأربع أنواع من الملفات، أربع أنواع. الملف الأول هاي كلش مهم طبعاً، ملف خلينا نسميه البدائي. هذا أول بداية توليد الفولتية. هذا يكون عدده كلش قليل، اثنين لفة مزروعة ويا كل خانة. هذا به حوالي خمس مجموعات بكل جهة، يعني جهة منا بيها خمسة وجهة منا بيها خمسة، فاثنين لفة ويا كل جهة موجودة بها. هذا الملف البدائي. الملف الثاني عندنا هو الملف الإكزايتر أو ملف الحث. ملف الحث هذا ملف كلش مهم توليد الفولتية. هذا الملف يكون منعزل، هذا ملاحظة مهمة، منعزل يعني ما له علاقة بالملفات الباقية. هذا مجرد واجبة شنو يعطينا فولتية دي سي، فولتية هي اي سي بس تتحول عن طريق الكارت تصير عندنا دي سي. هذا الدي سي وين يروح؟ الى الارميتشر، يحث لنا الارميتشر عن طريق الفحمات، عن طريق الفحمات. هذا الملف الثاني، هاي راح نجي عليها بالتفصيل وحده وحده. الملف الثالث اللي هو ملف التوليد، يعني اللي راح تطلع من عده 220، هذا هو ملف التوليد النهائي تطلع من عده 220. اكو ملف رابع، احنا دائما باللف من نعيد الملف مالته ما نسوي ملف دي سي 12 فولت. هذا ال 12 فولت ايضا منعزل، يعني ما له علاقه بهاي الملفات. هاي الملفين، ملف البدائي والملف التوليد، مرتبطات واحد باللاف، يعني اكو رابط بيناتهم. هاي كلها شارحها بالفيديوهات مالتي. بعد ما استعرضنا كل الملفات اللي موجودة داخل هذا ملف التوليد، راح نحكي على توليده، شلون راح يصير توليد الفولتية. بالبداية طبعا هو دوران 3000 دورة. أول ما يدور الملف أكو مغناطيس هنايا، هذا مغناطيس واحد وهذا اثنين، أكو مغناطيسين موجودة هنايا. راح شي يسوي لنا الملف في البداية هذا موزع على الكويل كليته، راح يتحسس بال الـ يعني يصير بيحث ويتحسس بالكهرباء، يعني يصير بيه توليد كهرباء. هاي الكهرباء هذا الملف يولدها من خمسة الى 10 فولت. يعني هذا الملف البدائي يعطينا فولتية من 5 الى 10 فولت اي سي، فراح تدخل عن طريق هذا الكارت، هاي الخمسة او خلينا نقولها 10 حتى، راح تدخل عن طريق هذا الكارت وين تروح للفحمات، راح تغذينا الارميتشر، تغذينا الارميتشر بفولتية دي سي اللي هي 10 فولت. فهاي الفولتية دي سي ايش راح تسوي؟ راح تحث لنا ملف الحث، هذا ملف الحث الاكزايتر اللي مزروع قلنا هنا داخل الكويل ومنعزل وحده. فاذا المرحلة الاولى واجب من؟ واجب ملف البدائي الاثنين لفة اللي هي مزروعة هنا، زين. والواجب الثاني راح تعطي فولتية الى ملف الحث، هذا ملف الحث راح يعطينا فولتية من 50 الى 70 فولت ايضا اي سي، وتتحول الى دي سي بالكارت عن طريق الكارت.
بهالحالة راح يصير عندنا الحث الرئيسي، يعني التوليد الرئيسي راح يطلع لنا 220. راح يأثر بمن؟ راح يزرع ال 50 أو ال 70 تروح وين؟ على الارميتشر. فالارميتشر راح تحث لنا شنو؟ ملف التوليد. يعني هسه بهالحالة يلا ملف التوليد راح يطلع لنا 220 فولت. هاي العملية عملية تغذية الارميتشر بالفولتية الدي سي يسيطر عليها الاي في ار حسب الفولتية اللي خارجة عندنا وحسب كمية الحث. فدائما الاي في ار نظم لنا الفولت ويخليه دائما مستقر على 220. هنا ملف الدي سي هذا ملف موجودة خلفه بريدج دايود، بريدج دايود حتى شنو نستفاد من عدة بالشحن او تغذية البطاريات اذا تريد انت. فقلنا الاي في ار هو مسؤول عن تغذية الارميتشر بالفولتية الدي سي. فدائما يصعد الفولت ينزل حسب حاجة التوليد حسب خروج الفولتية. هنايا بالنسبة للمغناطيس دوره كلش مهم وخصوصا بالحث الاولي، ولهذا اكو مولدات اذا يضعف هذا المغناطيس دائما نضطر الى استخدام بطارية 12 فولت دي سي نغذيها على الكوميتيتر هذا بالنسبة للارميتشر، فراح يحفز النيا ويولد لنا ال 220. اغلب الاعطال اللي يصير عندنا نرجع كهرباء وين؟ على المولدة. دائما الوطنية ترجع على المولدة. فاضعف ملف، اضعف ملف مو هذا الاثنين اللفة، هذا ملف الاكزايتر ملف الحث لانه ملف منعزل ملفاته قليلة. هذا الملف مربوط ويا الملف الرئيسي ولهذا ما راح يحترق، فدائما يحترق عندك هذا الملف. واحيانا يحترق عندك ملف الدي سي، فاغلب مصلحين انا نشرت عليه فيديو عبالهم محروق الملف كليته، لا هذا بس ملف الدي سي وحده تقريبا 12 لفه لافينه تفتحها وحده، مجرد يسوي لك من يحترق يسوي لك حاله دمج. فانت شو تسوي؟ تعزله هذا نهائي يروح من عده دمج ويشتغل ملف اعتيادي. فقلنا رجعت الفولت، رجعت الكهرباء الوطنيه على كويل المولده راح ياثرنا على ملف الحث الاكزايتر هذا الملف المنعزل زين، فيحترق هذا الملف. المشاكل اللي يصير عندنا دائما يضعف السلك هذا مالت الارميتشر فيقلل العازلية مالته فيصير بيها حالة دمج. لازم هذا الارميتشر بالقياس مال اومية يقرأ عندك من 40 الى 50 اوم. هذا مقياس الارميتشر وحسب الشركات، حسب الشركات بين 40 الى 50. بالنسبة للتوليد دائما هذا يقرأ عندك 2.5، التوليد يقرأ 2.5 الى 3. هذا بالنسبة للتوليد يقرأ أومية من 2.5 إلى 3. بالنسبة للإكزايتر أيضا يقرأ عندك 2.5 إلى 3. هنا شلون تميز بين الإكزايتر وباقي الكويلات؟ هاي بي 4 أسلاك، إذا 2 مشابهات من عندهن متشابهة باللون هذا معناته الإكزايتر هذا الملف الحث. فلازم تقرأ عليه هنا من الفيشة يقرأ عندك أيضا 2.5 تقريبا أوم. فهذا تقدر تميز عنه الفيشة إذا الإكزايتر أو غير الإكزايتر، تلقاه الاثنين مشابهات وعندنا كثنين هنا مختلفات. عند الفحص بالنسبة للكويل لازم ملفات التوليد ما تقرأ عندك ويا ملفات الإكزايتر اللي اثنين مشابهات، ما يصير يقرأ واحدة على اللف. إذا قرأت عندك بالأومية معناته هذا عاطل الملف. شغلة ثانية، لازم هذا الملف التوليد ما يقرأ عندك ويا الجسم، هاي نقطة كلش مهمة. وايضا بالنسبه للارميتشر ما يصير يقرا عندك ويا الجسم، اي جسم بالملفات كليتها ما يجوز. اغلب الاعطال دا تصير عندنا ترجع الكهرباء ويحترق ملف الحث ويحترق وياه عندك الاي في ار. فانت اول عمليه تبدل الاي في ار وتشوف المشكله وين او تقيس الاوميه. اكثر شيء دا يصير عندنا الفحمه تتكال، يصير تاكل هنا بالفحمات، فتفتح الفحمه وهي سعرها رخيص وتشوف تاكل، تلقاها الاثنين صاعدات هالشكل. اذا وحده صاعده وحده نازله معناته اكو عندك تاكل، او تلقاها الاثنين نازلات عن المستوى ما دا يصير توصيل على هاي الحلقات الانزلاقيه هذه. فاذا هاي المشكله بالفحمات ما دا يصير توصيل. هاي طبعا اغلب الاعطال تصير عندك بالمولده. شيء مهم نقول عليه عندنا دشلي بداخل المحرك اسمه دشلي جلاتور. هذا الدشلي كلش مهم،
هذا فائدته من يصير تحميل زايد على الكويل، يعني من تسحب من عندها امبير عالي او تلود عليها بالاجهزة، هذا الدش لي يضغط لنا على الاكسليراتر مالته حتى يحرك لنا الوقود، حتى يزيد لنا البنزين، يعني شلون كانما سيارة تدوس البنزين، فيصعد لك الرون مالت المحرك حتى يتوافق يبقى التوليد عندك 220. هاي بالنسبة اغلب طريقة العمل مالتها واغلب المشاكل اللي تصير بالنسبة للمولدة المنزلية، فحبينا نوضح لكم اياها بهذا الفيديو، وشكرا لكم.